ايش الفكرة الأساسية وراء يوتيرن؟ تقدر تعطيني جواب قصير، مو لازم جواب طويل ترى. هجاوبك جواب ما جاوبتك قبل الانجليزي. اوكي خلاص. ان تكون الحضارة طابع في المجتمع. ما شاء الله. يعني we want to push civilization we want civilization عفوا بالعربي. نبغى الحضارة تكون او اي مظهر حضاري هو طبيعي في المجتمع عن طريق ماس ميديا او الاعلام الاعلام العام ممكن نسميه. وما هو السوق الذي تطمح ان تكون يوتيرن هي الرائده فيه؟ هل هو فقط السوق السعودي او تتمنى انه يكون غيره يعني؟ على حسب الكلام اللي قلته قبل شويه، احنا نبغى نكون في الاعلام للجميع. السوق اللي فعلا نبغى نكون فيه الاعلام العالمي، يعني اللي نطمح له ان يوم من الايام نصير براند عالميه توصل للجميع. وفي المستقبل يعني هل هناك حد للفريق، كم حجم فريق العمل اللي تحصلون عليه، او انه ممكن توسعون انكم تصيرون مثل ما قلت مثل بيكسار شركه كامله يعني؟ ايوه طبعا، يعني الحلم هذا هو. يعني احنا دائما يعني التيم حقنا كانت دائما نروح احيانا نخش شركات، الحمد لله يعني صارت لنا فرص نخش شركات مره ضخمه وشركات مره عظيمه، سواء في السعوديه ولا في الامارات ولا في الدول العربيه. فدائما احنا بنقول متى يصير عندنا هذا المبنى. فطبعا المبنى مو بس يعني الغرض منه ك يعني ناحيه ماديه، بس يعني مبنى بالناس اللي فيه. يعني كان عندنا التيم حقنا اللي هو الحين 25 شخص، يصيروا 200 300 400 كلهم يعني ناس متعين ان شاء الله. معليش بس قاعد احاول اغير الاسئله شوي عشان ما اطفشك معي. كمان هل لديكم اي خطط ان بعد ما تنتجون موقع خاص اليوتيرن انه يكون في كونتنت مخصص للموبايل؟ ما اتوقع انه احنا عندنا تفكير انه الموبايل غير البي سي. احنا في وجهة نظرنا everything connected to the internet is our platform. كل شيء موصول بالانترنت هو المنصة اللي احنا هنكون فيها. وفي رأيك ما هو التحدي الأكبر اللي واجهته يوتيرن خلال السنوات من تأسيسها في 2010 إلى الآن؟ هل هو تحدي من سوق العمل، من نقص في سوق العمل، أو هو تحدي مثلا في الإنتاج نفسه؟ سؤال حلو جدا. أظن يعني أظن أصعب تحدي، ما أدري إذا هذا السؤال يعني جواب مفيد، بس أصعب تحدي المستقبل، لانه مجالنا يعني جديد. فما في احد يعني خاصه في السعوديه ما حد عارف ايش اللي صاير، فما في احد تقدر تستشيره يقول لك ايش تسوي. ما في يعني احنا كذا خطواتنا مره محسوبه، وعشان احنا شركه صغيره فنخاف من اي خطوه نسويها. فالتحدي الاصعب هو المستقبل، لانه ما انت عارف انه القرار اللي انت بتتخذه الحين اللي عليه اللي حتحط فيه فلوس مره كثير، هل هو القرار الصح ولا لا؟ طبعا هذا جواب ينطبق على اي شركه صحيح. بس واي اندستري، بس احس انه شوي مختلف معانا، انه فعلا فعلا ما حد عارف ايش اللي صاير. وما في شركات يعني شغاله في نفس المجال حقنا او تدعم المجال حقنا. فممكن استنتج من الجواب اللي انا قلته دوبي انه الخوف الاساسي انه نخسر التركيز. لانه اللي صاير دحين احنا تقريبا كل حاجه بنبداها في يوتيرن نكتشف انه ترى في اندستري ثاني، مجال جديد ثاني لازم نخش فيه عشان نقدر نسويه. فاهم قصدي؟ نعم. يعني مثلا اعطيك مثال مره بسيط، احنا حاليا يوتيرن بتسوي العمليه الانتاج او من بدايتها لنهايتها في امريكا وبرا وزي كذا، كل شركه متخصصه في هذه العمليه. تمام. فانت عشان تقدر تصير مره مبدع وتطلع كواليتي مره ممتازه، صعب جدا انك انت تتحكم ب يعني خاصه لما يكون عندك امكانيات ضعيفه ولسه ما عندك خبره كثير. صعب جدا انك تتحكم بكل دي العمليه، وهذه بس في الانتاج. يعني لما تيجي عند التسويق هذا عالم ثاني، تيجي عند تطوير الافكار هذا عالم ثاني، تيجي عند كل حاجه في الشركه. نكتشف انه ترى ما في شركات تشتغل في ده الموضوع، تقدر توظف شركة عشان تخدمك في ده الموضوع. فإن نخسر التركيز
هو اصعب شيء. طب بس في نفس الوقت هل لديكم خطط انكم تتوسعون داخل السوق السعودي نفسه؟ مثلا في المنطقه الشرقيه لكم كثير من المشاهدين بس ما في وجود رسمي ليوتيوب هناك. يعني هو تفتحون مكتب مثلا في المنطقه الشرقيه، في المنطقه الجنوبيه او كذا، او ما في خطط هذا الشيء؟ يعني هو احنا من ناحية ماديه ما اظن حنطلع عن جده كثير من ناحيه ماديه. أوكي. يعني ما حيكون عندنا مباني فاكهه ثاني وموظفين زي كذا. يعني تو فوكس، يعني ما نقدر نتوسع بسرعه. انت ما ادري سامع شيء اسمه البيك؟ اي اكيد، احنا كل السعوديين يعرفون البيك. بالضبط. فالبيك يعني لين الحين ما عنده فرع في الرياض، واحنا نشوف انه هذا سبب نجاح. اها اوكي. سبب نجاح توسع بطيء جدا، خاصه من ناحيه ماديه. يعني شوف عنده انتشرت كل السعوديه، كل اهل السعوديه ياكلوا ما ادري، بس يعني يعني حبه. وبرضه يعني ابل از جود اكزامبل. صحيح. طيب بس هل لديكم اي خطط مثلا ان تاخذ كل مشاهير يوتيرن اللي هم البرودكتس عمر حسين وانمار وغيرهم من المشاهير اللي موجودين في البرامج تابعة اليوتيرن، وممكن تذهبون في جولة حول السعودية مثل انترتينمنت تور، ولا ما في خطط حاليا؟ هو حاليا احنا متعاقدين مع كم شركات تالنت ايجنس. هذه المجالات اللي ساعدنا شركة عشان تقدر تنشأ، عشان تحللنا مشكلتنا في ذا الجانب. ودي اكشلي دو ذات. يعني هذه الشركه هي تنظم تورز للتالنتس حق يوتيرن زي كذا. ف وي ار دوينج ات ان دايركتلي. يس. اوكي عبد الله. والله طولنا معاك، معليش، بس اتوقع عندنا اجوبه تكفي الحين نكتب ارتكل حلو عنكم ان شاء الله. عطشتني يا شيخ. والله انا كمان عطشان. اوف ساعه ونص مرت ولا حسيت، بس والله كانت فرصه سعيده جدا، والله يوفقكم.